واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. الحمد لله على جميع محامده كلها، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيب إله الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. باسم سيد الشهداء نبارك من كل قلوبنا لعوائل الشهداء، هنيئا لكم بشهدائكم، بارك الله لكم شهداءكم. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقف على أعتاب رياض الشهداء محتبطا وحزينا، أما اختباطي فهو على ما وفقوا له ووصلوا إليه من توفيق إلهي ومقام رباني، أعني توفيق الشهادة الذي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم ومقام الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، نعم هم أحياء عند ربهم يرزقون. ففي ظاهر الأمر نحن الأحياء وهم الأموات، ولكن عميت العيون وماتت القلوب عن رؤية الحقيقة، بل هم في عالم سرمدي من الحياة والمناجاة والحركة والعيش في كنهي الحقيقة والواقع. وأما نحن المساكين فليس لنا إلا هذا العالم الساكن الموان الذي اختبأت فيه الدنيا وراء ستار الزيف والكذب. وأما حزني فهو على نفسي التي لا أدري أي نهاية تصيب، أعلى حق تموت أم على باطن تهلك. أتكون ذات حظ عظيم فتفوز بالشهادة، أم ذات حظ تعيس فتخسر كلمة فزت ورب الكعبة؟ يقول سماحة ولي أمر المسلمين السيد الخامنائي: إنني كلما تأملت في هذا الأمر، وهو أن تضع الحرب أوزارها وتسد أبواب الشهادة وتطوى صفحة سوح الدم والشرف وأنا باق على قيد الحياة، ثم أقضي نحبي فيما بعد بحادث سير أو حمى مثلا، فأي خير سأصيبه؟ يشهد الله أن مجرد خطور هذه الفكرة في ذهني يعصر قلبي أيما عصرة، إذ أن ميدانا من ميادين الفخر الإلهي والأبدي ومضمار للتسابق إلى الجنة يسلب مني ثم أموت حتف أنفي، إن هذا ليشق علي كثيرا. إخواني وأخواتي في الله، كم يشرفني ويشرف عوائل الشهداء أن الله اختار من بيننا أفرادا ليحكمهم بنعمة جلية لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، وهي الشهادة. وإن هذا الشرف لن يكتمل ويصل لغاية المنى إلا بالشهادة نفسها. مجددا باسم وباسم عوائل الشهداء نبارك لأهالي الشهداء بلدة النويرة شهداءهم، لا سيما عائلة الشهيد عيسى قنبر والشهيد عبد الله العجوز والشهيد الحاج حسن الستري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.